السلام عليكم البنات. اليوم غادي ندير لكم ملاوي على جوج ديال الطرق. طريقه واحده غادي تكون على بشكل رز القاضي، وطريقه واحده اخرى غادي تكون ملويه بطريقه واحده اخرى. المهم هذا الطحين درت فيه الملحه وغادي نعجنه بالماء دافي، ومن بعد غادي نلتحق بكم. يعني كل واحد راه كيعرف يعجن العجينه ديال الملاوي العاديه بلا ما نقدمها لكم، وانا غادي نعجنهم بعد غادي نديرها كويرات وغادي نقدمها لكم. ها هي دي العجينه، من بعد ما عجنتها ودرتها كويرات وخليتها ارتاحت مزيان حتى كترجع رطبه على هذا الشكل هذا. من بعد دابا غادي نقدم لكم الطريقه الاولى، هي ديال رز القاضي. من بعد غادي نقدم لكم الطريقه الثانيه اللي غادي ندير فيها. الاولى غادي تكون عندي بحال كريمه، والثانيه غادي تكون عندي فيها زيت الزبده والسميده مع الخميره ديال الحلوه. الاخرى غادي نكون درت فيها الكريمه مخلطه زيت البلديه والخميره ديال الحلوه والزبده مدوبين، وغنخلطهم باش غادي ندير رز القاضي. اما بالنسبه للثانيه غادي نقدمها لكم دابا. البنات هاني انا جبت لكم الوصفه ديالي اللي كتجي بحال رز القاضي. غادي تطلقوا الورقه هكذا، من بعد غادي تدهنوها بالكريم اللي موجوده فيه السميده والخميره الحلوه والزيت البلديه والزبده. غادي تدهنوها مزيان، ومن بعد غادي ديروا لها خطيطه ترقيق وقين بحال هكذا. تبقاو غادي نهي رقاق رقاق، فهمتوني؟ هذه طريقه كتجي غزاله وكتجي مفشفشه وكتجي محلوله مزيان، خيوط خيوط باش كتجيو داك الخيوط فيها باينين. كنقطعهم غير هكذا صافي. من بعد غادي ندهنوا الدلاك داك الحشوه اللي دايرين، غادي تقبطوها. ها نتوما الشوص الخيوط غادي ترميوهم هنا وغادي تجبدوا. نتوما غاديين وانتوما كتجبدوا، حاولوا تطلعوا هنايا يكون الدلاك من هذوك العراض، حيت دابا انا هذا اللي عندي ما متوفرش عندي الاخر. صافي هانتوما كتهز شتي كي كتجي مشبكه. صافي كتلول. المهم من بعد كتقبطوها وتتنزلوا توقفوا لذاك الدلك وتهبطوها هكذا نيشان، وتضغطوا عليها مزيان وتهزوا المدلك. صافي مني كتهزوه كتضغطوا عليه هكذا وتخليوه يرتاح. من بعد حيت غادي يرتاح وغادي نطيبها، غادي نوري لكم التصاور ديالها كي جاو. صافي فهمتوا، ها نتوما كي كتجي عريضه بحال هكذا. شهيواتنا ديال الفاسيه، وجربوها وغادي تردوا عليا الخبر. يلا السلام عليكم. هنا البنات غادي ندهنوا الزيت وغادي نطلقوا مزيان. هادي مزيان، انا كتعجبني اي حاجه نطلقها بالدلاك باش تجي بحال الورقه. شتي كي كتبان رقيقة. الطول من بعد غادي ندهنو الزبدة البلدية ومع الزيت البلدية، ونديرو السميدة اللي مخلطة مع الخميرة الحلوة. من بعد نطويو هكذا ونوليو نردو هكذا. ونوليو كذلك عاوتاني ندهنو شويه هكا ونطو نرشو ونطويو. واللي عندها البوطاجي كبيره غادي تجيها كثر طويله، انا غادي نولي نطولها. كتجي رقيقه، علاش كنديرهم رقاق؟ باش كيجيو مهرمشين، باش كتكوني كتاكليهم كيجيو رقاق.
تزاد عليك هكذا. حنا غاديين طوال الجنب الاخر تالتالي ونولي ونديرو عاوتاني الزبده والسميده، وحنا غاديين كنلويوها كنلويوها هكذا حتى التالي. من بعد غادي نوليو نديرو لها هكذا ونخليوها ترتاح، وغادي نكمل كلشي ومن بعد ندوزو للطياب. هنا البنات هما هادو خمرو عندي مزيان ارتاحو مزيان، هادو داك الشكل اللي لويت، وهادي هاديك اللي شكل على شكل رز القاضي. هنا هيا دي كنطلقوها مزيان، كيكير بقاو غاديين متبعين معها هكا باش ما كيكحزولهاش داك الخويطات اللي درنا لها. كنكونو درنا المقله كتسخن، من بعد نهزوها نيشان. هكذا غادي تبقى كطبع على المهل، ومن بعد منين طاب شي شويه غادي نولي نقلبها. دابا هاني قرصت الشكل الثاني ما كيكونوش فيه الخيوط، ها نتوما دابا غادي نحطها في المقله. هاني نزلت الشكل الثاني في المقله، هاد ها هو دا غادي نقلبو. شتي الخيوط كي كيجي كتجي محلوله، هي انا حيت التليفون ما عنديش كيفاش كندير نهز. هنا التليفون تخلص تحل ليا، ما عرفتش كيفاش نخدمها. شتي كي كتجي كتجي محلوله خيوط، ها كتجي هشيشه بزاف. اللي بغى يخدمها في يفطر بها ولا يدير عليها شي تري دجاجه ديال الرفيسه، المهم كل واحد وكيفاش بغى ياكلها. شتي الخيوط كنبقاو على هاد الطريقه هادي، وحنا مره مره كنديروا لها شي شويه ديال الزيت باش كتجي مقرمله. ومن بعد غادي نولي نشوف الاخرى كيفاش غادي تجي. هانا غادي نقلب الثانيه تشوفوا الشكل ديالها من اللور. شتي كي كتجي، يعني كتسمعوا واحد تفشفيشه، واحد الصوت كتعطي، يعني دايما بقاو تجمعوا الملاوي هكذا من الجناب باش كيجيو مقرمين. ها هما دو دابا بجوج كل وحده وطريقتها. هذه خلاص الخيوط، وهذه تسمعوا كي كدير في الصوت ديالها، يعني مقرمله مهشيشه بزاف. انا دابا غادي نسالي وغادي نقدم لكم التقديم كيفاش كتجي. هنا كنكونوا سالينا مراحل ديال الطياب، دابا دزنا المرحله ديال التقديم، يعني هذه الاولى اللي ها انتما كي كتجي، يعني
طريقه ناجحه 100%. وبالنسبه لهذه ها انتما كي كتجي، انا كنفضل ناكلها بهذه الطريقه هذه، يعني بالعسل والزبده. وهذه اللي بغى يعمل معاها فروماج ولا ياكلها بزيت البلديه ولا بالزيتون ولا على حسب الذوق ديالو. وما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي شهوات ناديه الفاسيه، وكنتمنى نزيد نعطي الكثير. وشكرا لكم بزاف، السلام عليكم.